نعم، هذا سؤال نتوجه إلى دكتور جعفر. دكتور جعفر، نعلم من المعروف أن التعاون في إدارة مبادرة حزام والطريق قد حقق نتائج مثمرة خلال العقد الماضي، وأيضا شهدت خلال هذه الفترة توقيع أكثر من 3000 مشروع تعاون حتى الآن، واستفادت منها أكثر من 150 دولة. ومع دخول بناء المشترك لحزام الطريق مرحلة جديدة من تنمية عالية الجودة، فحسب وجهة نظركم ما هي فرص الجديدة التي ستجلبها المبادرة المشاركة فيها من حيث تحقيق تحديث بشكل مشترك؟ أولا، مبادرة الحزام والطريق مبادرة مهمة جدا للجانب العربي. نحن شركاء ولسنا مدن مرور أو مواني مرور في الحزام والطريق. نحن والصينيون بنأنا أول حزام اقتصادي في العالم القديم منذ القرن السابع إلى القرن الخامس عشر. الآن نحن نبني مرة أخرى حزاما اقتصاديا جديدا للقرن الواحد وعشرين. ونحن كعرب نعتبر مبادرة الحزام والطريق أهم مبادرة اقتصادية إنسانية خلال الخمسمائة عام الأخيرة، ولذلك نحن نتشبث بهذه المبادرة ونحاول إنجاحها وتنفيذها. العرب والصينيين هم شركاء قديمين، ولذلك وضعنا في هذا، أنا قرأت الإعلان التنفيذي قبل أن آتي، تتضمن أهداف ومبادئ هذا التعاون، من أهمها تحقيق الأهداف التنموية المشتركة للجانبين وتسهم في توسيع مجالات التعاون. والدول العربية نفسها كلها غير هذا الإعلان التنفيذي هي وقعت على اتفاقيات ثنائية حول هذا الموضوع. في إطار الحزام والطريق وقعنا عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لمشاريع كبيرة، من أهم المشاريع ميناء الوسط في الجزائر، مشروع السكك الحديدية بمدينة العاشر من رمضان، مركز تجميل وتجميع وتكامل واختيار واختبار الأقمار الصناعية في مصر، مشروع توسيع ميناء الصداقة الموريتانية، مشروع جسر محمد السادس واستاد لوسيل في قطر، ومحطة توليد الكهرباء بعالي نهر عطبرة بالسودان. في إطار الحزام والطريق خصصت الصين أيضا قروضا وتسهيلات تبلغ 25 مليار دولار أمريكي لدفع عملية التحديث في الشرق الأوسط، وأنشأت صندوقين للاستثمار المشترك 20 مليار دولار من قطر والأمارات. أيضا في إطار الحزام والطريق نفذنا عدد مهم من المناطق الاقتصادية، منطقة السويس، منطقة الدقل بسلطنة عمان، منطقة جازان في السعودية، الحديقة النموذجية للتعاون الصيني الأماراتي في الطاقة الإنتاجية، كما تم إنشاء المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا، ومركز التدريب الصيني العربي للطاقة النظيفة، ومركز بيدو للملاحة بين الأقمار الصناعية وغيرها. في إطار الحزام والطريق تم تعزيز في مجال الطاقة، أيضا هنالك تعاون مهم جدا في مجال المالي في المنطقة. الفرص بالنسبة لنا نحن في المنطقة العربية، أولا تطوير البنية التحتية والمواصلات، تعزيز التجارة البينية، التعاون في مجال الطاقة، تبادل التكنولوجيا والخبرات. فبالتالي مبادرة الحزام والطريق تقدم فرص كبيرة للجانب العربي لتحقيق التحديث الاقتصادي، فهي مبادرة مهمة جدا بالنسبة لنا.